مدير عام شركة يوني. شكرا على الاستضافة في البداية، وكنت حطنا في إطار حملة قفة رمضان اللي قمتم بها في بداية الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة مساكن، يشرفني مرة أخرى باش نكون في موعد مع إذاعة مساكن. حملة قفة رمضان هي يعني داخلة في إطار المناخ الاجتماعي اللي قاعدين نحرص عليه باش يكون منتصب في شركة اليوني، كسوا في فرحة متاع مسعدين لنا في مساكن ولا فرحة في فرحة في مطر. قفة رمضان هي من بين يعني المشاريع والبرامج الاجتماعية اللي نقوم بها في المؤسسة، فكما تعرفوا أول مرة قوموا بها ساعة الحاجة. علاش الحاجة ولت ملحة؟ لأنه بعد الثورة غلاء المعيشة يعني مش ما يخفى على حتى حد، والوضع في البلاد خلى المعيشة الاقتصادية صعيبة وضعف الحال، وإحنا أولاد بلاد ونعرفوا البيرو غطاء، دونك ما عادش لاحقين حتى مش الزوالي برك، حتى يعني الناس اللي كانوا متوسطين تو ما عادش لاحقين. فقلنا المعمل هذايا بحكم عنده فكر ديما الإشعاع على المجتمع، يعني ما يتغافلش على الحاجة هذه الأكيدة، ويتلفت الأبناء المؤسسة ويمدلهم يد العون. فقمنا بإنزال بلاغ العملاء والعمال اللي هما عندهم أقل شيء يصير في كفالتهم، وعندهم يعني راتب شهري يقل على 500 دينار خام، هذوما تخول لهم العمليه هذه باش ياخذوا قفه رمضان اللي هي تساوي 50 دينار او يفوق شوي، يعني فيها الحمد لله يعني فيها اشياء يعني معتبره. وفرحنا برشا عائلات وبرشا ابناء الشركه، وهذا يقوي العلاقه بين العامل وما بين المؤسسه. وهذا الفكر حاولنا نحطوه منذ 10 سنين، كونوا في المناسبات الدينيه والاجتماعيه ما نغيبوش، نكونوا حاضرين باش نسجلوا تواجدنا، لان التواجد هذا ليس يعني للاستهلاك الاعلامي او فقط لمجرد الاشعاع باش يقولوا ليوني هاو، لا، هذا مبني على قناعات ذاتيه اللي هي العامل يعني بقدر ما تاخذ من عنده وتجيبه الخمسه نتاع الصباح باش يخدم، ويجيك سبت وساعات يجيك لحد ويخدم ويقف في 8 سوايع، يعني هذا عمل يعني شاق. ففي المقابل وقت اللي يطيح به الزمان ما تلوحوش، تمدوا يدك، كان مرض تمدوا يدك، كان عنده طهور تمدوا يدك، كان عنده عوده مدرسيه تمدوا. هذا هو الشيء اللي حطيناه وارسيناه، والحمد لله اتى اكله وراوا الى يعني العمال، حتى ولو غرتهم بعض المؤسسات المنافسة ب يعني راتب أقوى شوية، يدور يرجع المؤسسة هذه يقول لك لا احنا نرضى براتب أقل شوية من المنافسة، لكن عندنا مناخ ما نقوش في حتى ولا صخر. هذا هو يعني بعجالة أو بإيجاز. بمناسبة الحديث عن المناسبات الدينية، فما برامج مستقبلية في القريب؟ طبعاً عندنا برامج دورية، عندنا البرنامج الجاي بعد قفة رمضان هو الختان تاع الأطفال. اليوم صححت على ورقة فيها 36 طفل، والله 36 و39 مش متأكد، نسيت الرقم. أطفال أبناء أولادنا وبناتنا باش نطهروهم إن شاء الله في تريبيانتو، يعني في ظرف أسبوع في الكلينيك على نفقتنا، إجراءات العادة اللي نخلصوا حق الكلينيك والطبيب والكسوة والقفة وكل شيء، يعني عملية كاملة يصير يتكلف بكل شيء يقارب 250 دينار. دونك انت تنجم تعمل عملية بسيطة يعني 250 في الـ40 صغير، هذوما يتكلفونا ما يفوق 10,000 دينار. يعني ان شاء الله طهور صغيرات برك، ان شاء الله نفرحوا العائلات وتبدا بهجه وسرور. وبهذه المناسبه ندعوكم باش تحيوا المناسبه هذه معنا ان شاء الله. مشكور سي محمد. سي محمد انا موقف، سامحني نكمل لك، عندي سالتي عن المناسبات. دونك قلنا عندنا طهور، وعندنا بعد طهور عندنا برنامج تاع زواج جماعي.
نعملوه كل سنة حميدة نعملوها إن شاء الله خلال الصيف هذه. أنا لي كوبري هم يعرسوا من هنا من المعمل نعملوا مرة عملنا خمسة مرة عملنا ثلاثة إحنا والمتواجدين قداش ونعطيهم تجهيزات يعني بيت نوم ونعطيهم فواياج دو نوس ثلاثة أيام في أوتيل ونقوم بالواجب نتاع الحفلة ونحاسبوا إن شاء الله زاد دعوة مفتوحة إن شاء الله بإذن الله. وبعد الزواج الاجتماعي عندنا العيد الكبير يظهرلي ولا العودة المدرسية عفوا ثم العيد ثم المناسبات يعني موجودة كلها العودة المدرسية يعني ديما معنا موجودين ديما الحمد لله ديما متواجدين. هذه خلينا نسألوا على دور رجل الأعمال في المجتمع. لفتة كريمة كما هذه معناها تعكس الوعي وإحساس بالمسؤولية ونحن نعرفوا انه معناها فما منظومه خماسيه للعطاء ثم تكون هو الركيزه الثانيه في الخماسيه دي اللي هو ركيزه المانحين. تطوير وجود رجل الاعمال في هالمنظومه هذه هو العمليه ربما صعيبه شويه في هنا في بلادنا في تونس بكل امانه نحكي معك لانه عندنا في تونس حب الاستغناء الفوري والفحش. يعني مانيش نحكي على اشخاص معينين نحكي بصفه عامه يعني التونسي رجل اعمال يعني معروف كونه يحب لو ماكسيموم ثقافه صحيح ثقافه موجوده الربح السريع والاكثر شيء استهلاك كامل. هذه الثقافه هذه دلت على شيء تدل على قله وعي التوعي. أول شيء القناعات ربما الإيديولوجية يعني تكون ضعيفة هذا من ناحية وحتى إن تواجدت فحتى يعني الرجل الأعمال اللي عنده قناعات إيديولوجية يخلطها دائما بغاية ومنافع ذاتية وأغلبها سياسية إن شاء الله الكلام تاعي مفهوم. هذا دونك عندنا صنفين، صنف الناس اللي ما عندهاش قناعات دونك الاستغناء الفاحش والسريع جدا جدا ويعفس على الاخضر وعلى اليابس يحرق كل شيء في طريقه باش يربح وهذوما الناس اللي ان شاء الله ربي يهديهم وينور لهم بصيرتهم. ثم النوع الثاني هو الناس اللي عندهم مبادئ هكا ايديولوجيه وقناعات لكن غلبت عليها المادة لين خلط القناعات هذه بمبادئ سياسية ولا يربط هذه بهذه. ولنا أمثلة عديدة يعني فيما قبل الثورة كيفاش ثم الناس كانت يعني تعطي وكذا كذا وثم جت الثورة فشحت الأيدي هذا نتيجة نجم نقولوها إلى القناعات هذه ولات مربوطة بأمور يعني سياسية. احنا ماناش نزهو في انفسنا احنا شركه المانيه 100% ننطلق من مبدا الاحاطه بالعامل باش كما يتيح به الزمان تلقاه وقت الشد. يعني احنا في الدومين في السيكتور بتاعنا عندنا سيكتور اوتوموبيل اللي هو سيكتور يعني ديناميكي جدا يعني والديناميكي هي تستدعي طاقة ويد عاملة تكون هي الديناميكية ذاتها. يعني إذا الحريف يعلي في الطلبات نتاعه وما عندكش يد عامل تتجاوب مع هذا النسق مع السرعة هذه بصراحة تولي لك مشكلة. فإحنا المعمل نتاعنا الحمد لله من بين أكثر من 35 معمل في العالم أجمع نمتاز بنتائجنا وبالشيفر نتاعنا. هذا من جراء ليس مدير عام فقط او الاداره مديرين لا من جراء الناس المتواجدين وراء الاداره العامه الخدام العام البسيط هذاك ال 13000 خدام اللي في اليوني كل واحد فيهم خلى اليوني يعني تتميز على غيرها في بقيه المعامل تاع العالم ومادام نحن ممتازين ويعني ومتفوقين فعلاش لا ما تلفتوش وليداتنا لما يزونا ولا نورونا ولا هزونا روسنا في المناسبات. هذا هو الفكر اللي ارسلناه منذ 10 سنين والحمد لله اعطى اكله وربي ان شاء الله يزيد وفقنا اكثر فاكثر. شوف انا بليزيور انترفونسيون انا عده زوايا للتدخل. اول شيء على مستوى العمل بتاعنا
نمد الايدي لضعاف الحال، لان هم يخدموا مش عاطين على العمل، هم يعني عندهم دور ايجابي في المجتمع، فيعني مد يد العون والاحاطه بهم في المناسبات هذا يعني كسند، فما همش عاطين على العمل واحنا قاعدين نتصدقوا عليهم وهم قاعدين في ديارهم، لا. دونك هذا ناحيه التدخل نتاعنا الاولى. الناحيه الثانيه يقع طرق الباب نتاع اليوني مع عده مؤسسات خيريه خاصه بعد الثوره، ويعني اليوم برك يعني مؤسسة خيرية في الزاوية يعني طرقت الباب، يعني الحمد لله ما سكرنا الباب في وجه حتى حد، لأن نعرف المؤسسة هذه الخيرية ومدى إشعاعها على المحيط اللي هم فيه، وكذلك مدى مصداقيتها، نعرفهم ما همش ناس يعني يعني تعبين، الناس يعني صادقين ويحتسبوا في أمر الله سبحانه وتعالى، فإحنا نمدوا لهم يد ونعطيهم مساعدات الجمعيات هذه. فالآن وأنا كحبيت أن دخلت كرئيس جمعية في مساكن جمعية الإحسان باش ندعم الفكر هذا، فالعمل نقوم به في المؤسسة وكذلك دعم الجمعيات الخيرية كله سوق في 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 ود واحد في هذا الهدف. في هذا الهدف تراش انه اليوم الدولة لازمها تقوم بدور كبير لتحفيز دور رجل الأعمال، معناها رجل الأعمال محتاج للمؤسسات الحكومية باش تساند اللافتات الكريمة اللي يقوم بها سواء من لدنكم أو من بعض الشخصيات الأخرى اللي تحاول قدر الإمكان تكون موجودة في مسؤوليتها تجاه المجتمع. أنا شخصيا أرى أن الدولة ربما تدخل على المستوى التالي، إذا ثم جمعية خيرية، الجمعية الخيرية هذه ليس من المعقول باش تقعد ديما عندها ليستة متاع خدام متاع ناس معوزين وكل شهر تدق الباب وتعطيهم، ولا في كل مناسبة تدق الباب وتعطيهم، هذا عمل عقيم صراحة. لكن اللي نحب نقوله هو نجمو الدولة تأطر الجمعيات هذه وتوريها كيفاش تنتقل من مرحلة لم الأموال إلى مرحلة بعث المشاريع، وتولي الجمعية الخيرية تبعث المشاريع، فشكون باش يأطر الجمعيات هذه؟ في التنمية. بارك الله فيك، لأنه إذا جمعية خيرية متفق معك تنطلق من جمع التبرعات ومدها هي واسطة ما بين أهل البر والإحسان إلى الفقراء والمعوزين، هذه كنقطة انطلاق وبداية موافقة ونمشي فيها، لكن لا يمكن أن تتواصل العملية بهذا الشكل على مدى السنين هكذا، تولي عقيمة ما عندهاش منفع. أنا أرى إلا يلزم الجمعية تتطور في ظرف أقصى حالات 3-5 سنين إلى جمعية عندها مشاريع تنتصب عليها حتى لا تضمحل وحتى لا تندثر، لأن غدوة إذا أصحاب الخير هذوما يكفوا أيديهم تموت الجمعية. فهذا فكر يكون فما آلية لتطوير بارك الله الجمعية تكون تعمل سلف واحد ساتسفاكشن، الجمعية كما كنت تحكي أنت تكون عندها مشاريع تقوم عليها، تبدأ بحكايات بسيطة، مشاريع يعني بسيطة جدا جدا، لكن تنمو شيئا فشيئا إلى أن تصبح صلبة وقائمة وما عادش تحتاج في يوم من الأيام إلى التبرعات. هذا يشير بنا الموضوع أن العمل الخيري في بعض الدول المتطورة واللي سبقتنا تحول معناها قطاع ثالث للاقتصاد. صحيح. في تونس فما أمل مع حسب ما تشوف. والله أنا خاصة كي نشوف دولة كيما الكويت يعني خذيت على سبيل المثال، وعندها بنك إسلامي وعندها، ونشوف مدى تدخلاتهم على مستوى القارة الإفريقية والمشاريع اللي عملوا فيهم، لا أملك إلا يعني أن أنبهر بما هم يعني قاعدين يعملوا فيه. فإذا الكويت والخليج وليست أمور بترول ما عندها حتى دخل، مسألة يعني ناس حطت مشاريع والمشاريع هذه وقفت على ساقها وولات يعني تعطي في الثمار متاعها، فإحنا قادرين باش نعملوا كما هكا وأكثر. قبل كان مالوريزمون قبل الثورة الباب مسكر وكان عندنا عذر اللي هو يعني البلاد ومنهج الدولة كان ما يسوقش في الاتجاه هذا، مادام تحررنا والحمد لله بفضل ربي سبحانه وتعالى ولات عندنا القدرة باش نتحرك كيما نحبوا، فلازم التحرك هنا يكون ذكي ويكون نافع ويكون ما يكون سلبي، وهذه راهو الفترة اللي نمر بها فترة طبيعية جدا.
لان الثوره قامت منذ 3 سنين. وقتاش تكونت الجمعيات؟ وقتاش تصبت؟ وقتاش قامت على سقيها بعد الثوره؟ التجربه مازالت قصيره، مازالت في المهد. دونك الفتره ولا المرحله والكيفيه اللي هما فيها معقوله جدا، لكن التنبيه كونه ما يقفوش في هذا المستوى، لازم التطور كما تطورت الجمعيات هذه في دول اخرى، بل اسرع، نجم نطوروا اسرع. شكرا سي محمد الرويس على الاستضافه هذه وعلى الافاده اللي اثرتنا. مرحبا بكم، بارك الله فيك، شيء طيب.